إذن مشاهدينا الكرام، انتهت قصة نجاح من خلال الانطلاقات الصباحية باثنا عشر شوطا خاصة بالأشواط المفتوحة، بينما نسير بحضراتكم مع أشواط الانتاج والمنتجين لتبدأ رحلة أخرى بالناموس والتحدي والمنافسة بين هذه الشعارات في منافسات تلقائية أصيلة تحددها مسافة الطريق نحو الناموس وهي الخمسة كيلومترات. نقترب بحضراتكم من البداية مع شعارات الأخوة المنتجين في إنتاج مميز بحثا عن الأصالة والعراقة والتاريخ لكل هذه السلالات التي تحضر من الأب والأم. نسير إلى البداية والمركز إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الأول تتقدم من خلاله في هذه اللحظات ندى سالم بن سيف بن مصبح المسافري، بدأ يسافر مع أول الانطلاق في هذه اللحظات. يا مسافر وين رايح خذني معاك. المركز الثاني وصلت الآن الراعبية سلطان بن خليفة بن سيف الرميثي يحتل المركز الثاني، أما المركز الثالث فتنتقل من خلاله طلوع تعود ملكيتها مشاهدينا الأعزاء لسعيد بن خلفان أو خلفان بالمر النعيمي، يقدم لنا هذه الانطلاقة أبو محمد حيث يقدم لنا هذا الاسم. المركز الرابع وصول وانطلاقي من تواجد سهرة سلطان بن سعيد بن مصبح المخمري يحتل المركز الرابع. المركز الخامس وصل شعار بن معيوف حيث قدم لنا اسم جميل مع النصيبة في هذا الصباح، الآن يقدم لنا ديمة. من تحتل المركز الخامس تعود ملكية ديمة لعبد الله بن معيوف العامري. وسادس المراكز وصل شعار بن زيتون أو هذه مثايل حمد بن عبد الله المنصوري يتقدم نحو المركز السادس، بينما المركز السابع هذه شديدة محمد بن سهيل بن هيان العامري وصل خذ المركز السابع. المركز الثامن تقدمت الشاهينية سيف مطر بالضبيعة ياتي يحتل المركز الثامن. تاسع المراكز ياتي بن شهوان الظاهري حيث يقدم لنا هنا مهاجرة تحتل المركز التاسع سعيد بن سرور بن شهوان الظاهري. في هذه اللحظات يتقدم إلى المركز التاسع، بينما المركز العاشر هذه اللي تقدمت عروبة تعود ملكيتها راشد بن سيف بالضحاك الشامسي يتقدم إلى المركز العاشر. هذه الأسماء الأولى مع نخبة الإنتاج والمنتجين في أول انطلاقاتها في هذا الموسم، في هذا الموسم على أرضية ميدان المرموم. عودة إلى الصدارة، عودة إلى في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي. عودة إلى ندى، عودة إلى ندى لتستجيب للندى في هذه المشاركة مع وجود سالم بن سيب مصبح المسافري. صبح على أهالي السوان بالفوز والانتصار، بينما المركز الثاني الرميثي قادم من السمحة يتواجد على المركز الثاني مقدما لنا هذا الاسم وهذه الواعية والرعبية سلطان بن خليفة بن أحمد الرميثي يحتل المركز الثاني. ديمة في المركز الثالث، من الجانب الآخر عبد الله بن معيوف العامري يتصدر كذلك القائمة بالثلاثية مع وجود هذه الأسماء. المركز الرابع، المركز الرابع وصول من قبل طلوع لخلفان بالمر النعيمي. واصل أبو محمد يقدم لنا طلوع في هذه المشاركة. المركز الخامس، المركز الخامس واصل المنصوري مع مثايل، مع مثايل حمد بن عبد الله بن حمد المنصوري هنا ممثلا بشعاره في هذه الانطلاقه، متمثلا باداء مع اشواط الانتاج والمنتجين، بينما بالضبيعه يحتل المركز السادس سيب بن مطر بالضبيعه في المركز السادس. وسابع المراكز يصل بالضحاك، الان يتقدم سيب بن مطر بالضحاك الشامسي ياتي هنا في هذه الانطلاقه مقدما عروبه راشد بن سيف بالضحاك الشامسي واصل خذ
المركز الآن السادس، المركز السابع من الجانب الآخر وصلت الآن سمحة سيف بن محمد بن زيتون المهيري ثامنا تاسعا بالضبيعة، بينما المركز العاشر هذه شديد محمد بن سهيل بن هيان العامري يحتل المركز العاشر. هذه الست المراكز الأولى القادمة الوافية بالناموس المتصدرة لهذه المجموعات، ولكن أشوف العامري الآن بعدما قدم النصيبة في أول أشواط الصباح مع المهجنات الأصايل يتقدم الآن مع أشواط الإنتاج والمنتجين، حيث قدم في الموسم الماضي الكثير من الإنجازات مع أشواط الإنتاج والمنتجين. يا ابن معيوف يا سلام يا هالي الفوعة، ولكن شوف المركز الأول أو هالي الرميلة قادمين مع المقدمة ديمة 1200 على خط النهاية، والمركز الأول ديمة تتربع في المركز الأول تتربع على الصدارة والقمة، لكن شوف القادمين هذه عروبة قادمة. راشد بن سيف الضحاك الشامسي يتقدم نحو المركز الثاني، بينما المركز الثالث طلوع خلفان بالمر النعيمي. المركز الرابع هناك المسافري لا زال مع رابع المراكز سالم بن سيف بن مصبح المسافري في المركز الرابع، ولكن خلاص النقطة الثانية يضيف شعار بن معيوف العامري. هذه مشاهدين الأعزاء أمامكم في المركز الأول متصدر المجموعة هذه ديمة مشكور يا أبو شاب حمد بن معيوف العامري على هذا الأداء الجميل الذي تقدمه ديمة في هذه المشاركة. عصاها قوس ما شاء الله تبارك الله. ديمة إلى المركز الأول في المركز الأول وعلى المركز الأول مستهيمة هذه ديمة في صدارة الشوط في قمة هذا الشوط. حمد عبد الله بن معيوف العامري المركز الثاني، عروبة حذاري من ضحاك، راشد بن سيف الضحاك الشامسي يتقدم عروبة وديمة اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة، لكن عروبة أهالي الفلي قادمين، ولكن ديمة عروبة اللحظة الأخيرة، عروبة مسيطرة، عروبة ديمة عروبة ديمة صمدت حتى الأمتار الأخيرة. سلام عيناوي سلام للمرة الثانية في هذا الصباح، تهانينا عبد الله بن معيوف العامري. المركز الثاني عروبة، راشد بن سيف الضحاك الشامسي المركز الثالث. مشاهدينا الأعزاء وصلت من خلال رغد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الرابع هذه الذاير لمحمد بن راشد بن خميس الغويص، وخامسا عموما على كل حال مشاهدين الأعزاء نعود إلى التوقيت الزمني. لحظات الوصول كانت ديمة كانت عروبة اللحظات الأخيرة المنافسة، وبالفعل هي ديمة من حققت الانتصار بسبع دقائق 51 ثانية بالوفاء والتمام والكمال لتسجل هذا التوقيت الصباحي بعدما فازت مع النصيبة وهي ثاني نقاط. تهنئة لعبد الله بن معيوف العامري، مشكور بوشهاب على هذا التضمير والأداء الجميل. المركز الثاني سبع دقائق 51 ثانية جزء واحد من الثانية، حيث كانت عروبة لمالكها راشد بن سيف الضحاك الشامسي على هذا الفوز والانتصار، حيث قدم عروبة بأداءه الجميل والأصيل. المركز الثالث هذه لحظات الوصول، كان الدخول كذلك جماعيا، هذه اللي حلت المركز الثالث سبع دقائق 58 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، هي الذاير لمحمد بن راشد بن خميس الغويص حيث حلت بالمركز الثالث. سعيد راشد بن غدير حل رابعا مشاهدينا الكرام، بينما القادمين من خلال الانطلاقات والمنافسات في هذا الخمس المراكز الأولى